السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخنا، في المصادر يعني في بعض المشايخ يقولون توجهوا للقبلة أثناء الدعاء، هل هذا يصح؟ الأمر فيه سعة أحيانا. تماما، لأن بيبقى فيه اختلاف، ناس تقول لك يصح وناس تقول ما يصحش. لا لا، عفوا، الأدعية الأدعية المهمة يستحب فيها التوجه إلى القبلة، سائر الأدعية يجوز أن تتوجه ويجوز أن لا تتوجه، أما تعمد التوجه للقبلة في كل دعاء ليس من هدي الرسول. تمام تمام تمام، جزاك الله كل خير. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على رسول الله وسلم تسليما كثيرا. وجزاكم الله خير يا التوأم الصغير. حركة الأسئلة عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أهلا شيخنا، تفضل. بارك الحمد لله بخير. أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول أنا عن الطلاق، والثاني عن زكاة المال. طيب تفضل. بالنسبة للطلاق، أنا كنت قلت لمراتي كانت بتمتحن، وكنت قلت لها، رميت عليها يومين طلاق بالثلاثة، قلت لها إذا أجلتي أي مادة باللي بتمتحنيها تبقى تطلق بالثلاثة. مش شايف إن عقلك فيه شوية خلل شوية؟ يعني افترض إن هي يعني لا تتحمل، أو إيه دخل الطلاق بالتأجيل المادة؟ المهم، وماذا حدث؟ هي الحمد لله امتحنت، ما اجلتش اي مادة الحمد لله، ونجحت وخلصت كلية الحمد لله. الحمد لله. وبعد سؤال، السؤال عندي دلوقتي، هي بعد ما خلصت الكلية طلبوا منها شهادة محو أمية. طيب. وهي في الخارج. ايه. مصر. عايز تزور يعني النهاية. لازم تعمل شهادة محو أمية، بتجيب ناس تختبرهم. يعني انت تسألني عن التزوير. انا عايز اسأل، هل الطلاق وقع او لا؟ الطلاق لم يقع. الطلاق لم يقع. الطلاق لم يقع. أدت ما عليها والذي أقسمت عليها فيه فعلته. نعم. الله يبارك فيك. أنا هل علي شيء يعني الآن؟ ليس عليك أي شيء، الله يسلمك. ولا كفارة ولا إيه؟ بس أرجو أن تكون عاقل شوي، يعني معليش، أنا يعني أخوك الأكبر، كن عاقلا شيئا. تمام تمام. نقرأ القرآن في المواصلات وتأتي السجدة، ممكن قياسا على الصلوات في السيارة بالإماء يجوز أن تومئ أيضا في سجدة التلاوة. إذا كنت تقرأ قرآنا في الصلاة تومئ إيماء وأنت تسجد للتلاوة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. والله بحبك يا شيخ، أنا اتصلت بس أسلم عليك. الله يسلمك من السوء المكروه. والله أنا يعني الحمد لله ربنا هدى الواحد من فترة، واستفدت جدا يعني الكتابة بتاعتك، الحمد لله ربنا يبارك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويحفظك، الله يكرمك. السلام يا شيخ. الله يسلمك، بارك الله فيك يا هانم، حفظك الله يا ابراهيم بن سعيد. يقول: مقيم على مركز الحضانات وتأتيني أموال زكاة للمركز، هل يجوز أن أصرفها
على الفقراء في الحضانة، سلمها للفقراء في أيديهم وبعدها خذ منهم ما لك كأجرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في قلبك. وفيك يا رب. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، أنا طالب جامعي في السنة الأولى. طالب جامعي في السنة الأولى. وأسكن في المدينة الجامعية، وفي هذه المدينة يقومون بمنعنا من أن نرتدي قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يمنعوك من ماذا؟ من أن نرتدي قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمنعوك من ارتداء القميص، ثوب الرسول. ها. ويضيقون علينا في الصلاة، أي لا يفتحون المسجد إلا عند الأذان. بعد وأحيانا ويقومون بإقامة الصلاة بعد الأذان بخمس دقائق. طيب، سأل خمس دقائق. بعد الصلاة بخمس دقائق. طيب، والسؤال؟ على حسب من يفتح المسجد يعني. طيب، والسؤال؟ هم يمنعون ارتداء القميص للمصريين فقط. أعرف، يعني يمنعون المصريين فقط من ارتداء القميص، لكن لو واحد سعودي يسمحوا له بارتداء القميص. أيوه، لو سوداني كده يسمحوا له. سوداني يسمحوا له أيضا بارتداء القميص. ما هي فضيلتكم يعني في ذلك يعني؟ نكمل في المدينة هذه. نعم. هل أكمل يعني في المدينة؟ ها؟ أتركها أم أتركها؟ هل تترك السكن في المدينة من أجل هذا؟ إيه؟ أنت تقول في المدينة الجامعية، هل تترك السكن يعني من أجل هذا ولا إيه بالضبط؟ نعم. لا تتركه. لا مسألة. بارك الله فيك. مرحبا الشيخ أحمد العلاوي، أهلا وسهلا. يقول أنا ببيع الفراخ بأكثر من سعر، هل علي إثم؟ لا، يعني هل يجوز لتاجر الفراخ أن يبيع الدجاجة لهذا الشخص ب10 والبيع للثاني ب9؟ يجوز. البيعان بالخير ما لم تكن السلعة مدعومة من الدولة وملزم أنت بسعر الدولة فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. نعم. الله يخليك، عندي أمر تقدر تفتيني فيه. تفضلي. أنا كنت مطلقة وجاني شخص طلب مني أن أكون زوجة ثانية. وبعد الزواج العقد الشرعي تبين أنني الزوجة الثالثة وليست الثانية. غشكي. ها؟ غشاك وقال أنك الزوجة الثانية، والحقيقة أنه أنك الثالثة. والسؤال؟ السؤال الآن هو هاجرني، لم يعد يرد على اتصالاتي ولا اتصالات أهلي. اتصلت بالأخ تاعه باش يكون محضر صلح ولا، لكن بدون جدوى. الآن ما نش عارف لا راني مطلقة ولا متزوجة ولا معلقة ولا، والله ما نش عارف. عفوا، أنت تزوجتي رسميا عقد مكتوب؟ لا، عقد شرعي يعني، كان الولي الأمر وشو. لا يعني مش مسجل في الحكومة؟ لا. طيب، وأنا جزائرية، وأنا جزائرية وهو مصري. أنا الآن عند الأهل تاعي وهو عايش خارج مصر يعني. ألا ترى أنك أخطأتي لعدم تسجيل الزواج؟ لكن على أي حال؟ على أي حال؟ كان وعدني من زوجك؟ إمام مسجد ولا إيه بالضبط؟ لا، ما تزوجناش في مسجد، غير في مكان وين كان الولي الأمر بتاعي والشهود وهو يعني كان. طيب، الآن أنت الآن متضررة لأنه تغيب عنك. نعم. تغيب عنك. نعم، والله لا ضرر جسيم يعني. طيب، والآن لا يرد لا على اتصالاتي لا اتصالات أهلي، وخلاني هكا كالمعلقة. والله في لنا اتجاهان الآن، اتجاه الفتوى في المسألة. نعم. ماذا نصنع، واتجاه آخر وهو اتجاه أننا نبحث عن هذا الشخص في مصر عندنا. لا، هو خارج مصر. هو أهله في مصر؟ نعم، أهله في مصر لكن هو خارج مصر. أيوة، أهله فين في مصر؟ ها. في منطقة اسمها من جهة الإسماعيلية. على العموم لو تعرفي موطنه بالضبط ترسل رسالة على الهاتف الخاص. أما عن الحكم، إذا
كان بالمثابة التي قلتها يشكل مجلس، وإن استطعت أن تخطروه بأن الخلع تم، واحد يتدخل للخلع. يعني استدل الملكية في هذه المسألة بقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة. الجواب عام لغيرها. في غزوة مؤتة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة، قال: فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة. فقتل الثلاثة الذين رشحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمارة. فماذا يصنع المسلمون في غياب رسول الله؟ اصطلحوا فيما بينهم على خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتح الله على يديه، فتح الله على يديه. فيقول علماء: إذا غاب الولي الشرعي للمرأة فلها أو للمسلمين أن يصطلحوا على ولي آخر يتولى أمرها، قياسا على قصة خالد بن الوليد، والله أعلم. ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجار. السلام عليكم. مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، تفضل. تفضل شيخ. الله يبارك فيكم، تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. برغبات أكد بس من ثلاثة أحاديث شيخ. تفضل. أول حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبه هو غير ظالم له. لا يصح سند. لا يصح سند، تمام. حديث شيخنا الثاني: إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا تقوم حتى. اسناده حسن. اسناده حسن. أصلا لقيته يا شيخنا في الأدب المفرد للبخاري. لا، الأدب المفرد للبخاري ليس على شرط البخاري. يعني البخاري لم يشترط الصحة في كتاب الأدب المفرد. لذلك فيه إذا قلنا أخرجه البخاري في صحيحه يختلف عن أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد ليس كله صحيح، لكن الأدب في صحيح البخاري نفسه على شرط البخاري. مرحبا بك يا أبا أحمد، وفقنا الله وإياك لكل خير، وبارك فيك وفي أهل بيتك، حفظك الله. أبو عبيدة، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. يا رب دائما يا شيخ. حضرتك حكم حال كل لحية للخدمة العسكرية. أنت مضطر، مكره. يعني أتركها ولا؟ إذا تركتها يحبسوك. يعني أحلقها. مضطر، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جزاك الله خير يا شيخ. وياك السلام. بارك الله فيك يا حمد خريبة. ولك بمثل مصطفى الجوهري. الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله بخير. الله ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب. وإياك يا حبيبي. سؤال بس بعد إذنك يا شيخ، استفسار لو سمحت. اتفضل. دلوقتي يا شيخ بالنسبة للصلوات الفائتة، هل قضاءها مثلا صلاة مع صلاة يعني على المتيسر على المتيسر لك، ولا الإكثار من النوافل؟ لا، تقضى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء خلاف الحنابلة. الحنابلة يبنون على أن تارك الصلاة كافر، فيقولون لا يعيد إذا أسلم. أما الجمهور فيقولون لا يكفر إلا بالجحود، فعليه أن يعيدها على الوجه المتيسر له. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. ومن أدلتهم القياس على الصيام المجمع على قضائه إذا ترك. وثمة استدلالات أخرى كثيرة أوردها ابن عبد البر المالكي في كتابه التوحيد، عفوا، في كتاب التوحيد والاستذكار. يعني 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 كده الصح ان مثلا فجر مع فجر على المتيسر ان كنت لبيبا، قلت لك على الوجه المتيسر لك. طيب يا شيخ بالنسبه مثلا كلمه بالنسبه انا بقضي صلاه مع صلاه. اصبر، كلمه انما بالنسبه انما صلاه الجمعه، يعني انا بصلي الجمعه ماشي، انما بصلي بعد الجمعه استنى ظهر اربع ركعات. اصبر يا اخي، اصبر على اصبر، في خطأين في اللغة. كلمة أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بنام، دخول الباء على الفعل المضارع غلط. ما في لغة العرب إدخال باء على الفعل المضارع.
أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بنام. البقى هذه ما أدخلها إلا بعض زعماء العرب الذين لا علم لهم بلغة العرب. ما تجد في القرآن الكريم أي فعل مضارع يدخل عليه الباء. فنحن كمصريين أدخلنا الباء على كل فعل مضارع. طيب أنا الآن أشرب، بسم الله، يقول لك أنا بشرب، طيب ما فائدة الباء؟ أنا الآن نائم، يقول أنا بنام، طيب إيه فائدة الباء؟ فكلمة بالنسبة أيضا استكثروا منها، بالنسبة لكذا. ألغي كلمة بالنسبة، لا تلوث صحيفتك يوم العرض على الله بكلمة بالنسبة. بالنسبة والبتاع صح صح، الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أسجل المكالمة؟ سجل كما تشاء. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. كنت عاوز أخذ نصائح حضرتك في حاجة كده. أنا دكتور صيدلي بس لسه متخرج حديثا. نعم. وبصراحة المجال مش هويني، يعني أنا شايف نفسي إن أنا ممكن أفيد الناس في حاجات تاني غير كده. طيب. أنا دخلت الكلية للعادة المشهورة في مصر إن يعني طالما جبت مجموع عالي خسارة إن مثلا تجيب مجموع طب وما تدخلوش أو صيدلة والكلام ده. فأنا دخلت طول سنين الكلية كنت يعني بذاكر أيام الامتحانات وكنت مهتم بالعلم الشرعي يعني ما كنتش مهتم إن أخد كورسات في الصيدلة وكده. الحمد لله كنت بذاكر وكنت بنجح الحمد لله. دخلنا أيضا كنت بذاكر كنت بنجح ماشي. يعني كنت بذاكر ليالي الامتحان وبنجح الحمد لله، لكن مش المذاكره اللي هي تخليني مثلا اطلع الاول على الدفعه، يعني ما كانش هاويني الموضوع ده. المهم ايه السؤال انت حكيتها؟ وديت بقى وقت المسلمين من زمان ومعلم قران من يا حبيبي خلص الشغل، خلص الاسئله في وقت المسلمين هيضيع، ركز. طيب في انا سؤالي هل كفايه حضرتك ان انا اسيب المجال ابصر بنفسك؟ اذا كنت تاجر وابوك تاجر كبير وتكسب مئات الالاف احسن من الصيدله، لكن لا يلزم يعني انك شغل صيدلي واقف طول اليوم على رجليك. انت هو حسب مصلحتك. لهدف ديني يعني انا حابب اشتغل في الدعوه وعندي الامكانيات يعني اخد الخطوات دي وربنا يساعدني، ولا ان انا يعني اشتغل في الشغل اللي انا ضامن ان مكسب فيه؟ ممكن تكلمني في الهاتف الخاص اخذ واعطي معك شويه اشوف كده انت يعني. طيب ابعت رساله لحضرتك على الهاتف الخاص؟ نعم. طيب ماشي. قل انا الصيدلي الذي اطلت في الحديث. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. يقول سائق شاحنة في اوروبا وكل صلاتي في الشاحنة، هل يجوز ما دمت على سفر جاز؟ لكن يستحب لك بل يلزمك اذا كان بامكانك ان تتوقف وتصلي الفريضة ألزمت بذلك، أما النافلة فلك أن تفعل ما ذكرت. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله من الجزائر. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. السؤال بفضلك شيخ، هل هناك فرق ما بين عباد الله وهل تستجاب الدعوة لأي شخص؟ هل هناك فرق بين إيه؟ عباد الله يعني الأنبياء والصالحين والعباد تاع الوقت الحالي، وهل تستجيب الدعوة لأي شخص؟ أما تقبل الدعوات إنما يتقبل الله من المتقين وأمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى. أما هل يتفاوت العباد في تقواهم؟ نعم يتفاوت العباد في تقواهم، ولكن ليس هناك فرق، كل عباد الله. في عباد يعني في عباد الشياطين عباد ماشي. السلام عليكم. قول عمر البوش قدام النت، قول عمر حرام. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رقم الشيخ العدوي؟ نعم. عايزينه في الفتوى طيب، هو بيتكلم مع حد حاليا ولا ايه؟ لا بكلم معك أنت بس، لكن الناس كلهم يسمعونك. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك سيدنا الحكم عن التسويق الشبكي. شركات ونصب واحتيال، ابتعد عنها. ربنا يرضى عنك يا سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ربنا يحفظك رب. سريعا كده أنا هختصر.
السؤال وهقفل. زوجة صفوان بن المعطل ده اللي سمعته يعني لما اشتكت النبي عليه الصلاة والسلام من زوجها ثلاث شكاوى، منهم انه بينام لحد ما تطلع الشمس، بيصلي الفجر لحد ما تطلع الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال له احنا اهل بيتي معروف عننا كده، فالنبي صرح له انه يصلي بعد طلوع الشمس. فعايز افهم الحتة دي، وانا مش حضرتك ما تفهمنيش غلط ان انا عايز اصليها بعد طلوع الشمس، لكن عايزين نفهم عشان الناس كتير اتكلموا فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة والسلام. ورد ان صفوان بن المعطل السلمي جاءت امرأته الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشكوه في ثلاثة امور. الامر الاول قالت انه يمنعني اذا صمت، يفطرني اذا صمت، ويمنعني اذا قمت، ولا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس. كسند السند يحسن، إلا أن البخاري يغمز في الحديث ويستدل بأن صفوان بن المعطل السلمي قال في حديث الإفك: والله ما كشفتك نفء أنثى قط. غير البخاري يحسنون السند. أما عن توجيه السند، توجيه المتن، فقال العلماء هناك بعض الناس، بعض البيوت معروفة بالنوم، بالنوم دائما، يعني هو مستيقظ الآن نام 10 ساعات ويجلس، وأول ما يجلس ينام مرة ثانية. فهكذا يقول الأطباء بعد سؤالهم عن هذا. وقد رأينا بعض الإخوة الأفاضل من طلبة العلم في كل وقت أي درس يعقد تراه ينامون. فسألنا بعض الأطباء عن ذلك فأفادوا أن هذا بالفعل داء موجود في بعض الأسر، كان موجود في بعض الأسر، وأحيانا بعض الأسر تكون فيها أشياء معينة، أمراض معينة. نعم تفضل. شكرا. عافاك الله يا سامح بن غريب، عافاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ أنا بس كان عندي استفسار لو سمحت. تفضل. انا بس كانت اختي مدرسة انجليزي وكانت عايزة تدي كورسات على النت لتعليم اللغة الانجليزية، بس هي مش هتطلع بصورتها او بوشها، هي بس مجرد فيديوهات تشرح على سبورة او كده، مجرد بس الصوت هو اللي بيظهر بس. هل الصوت ده فيه مشكلة او فيه حرمانية؟ صوتها فتنة ولا؟ على العموم اعتقد العام يجوز ما لم تكن هناك فتنة، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيجوز للرجل أن يكلم المرأة من وراء حجاب، ويجوز لها أن تشرح من وراء حجاب ما لم تكن هناك فتنة. لا يا شيخنا ما فيش فتنة، ومجرد بس فيديو هي تطلع بس بصوتها، إنما الصورة تبقى صورة سبورة تشرح عليها فقط. ما في مشكلة كده. شكرا. تمام شكرا لك. لكن... السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ. نعم. أنا عندي مشكلة تنقيط البول. مشكلة في إيه؟ تنقيط البول. تنقيط البول. فأنا مش فاهم يعني هو إمتى بيخرج، ولا متأكد منه إن بعد التبول بيفضل يخرج شوية. بعد كده مش فاهم ده امتى بيخرج وامتى ما بيخرجش. يعني انت بصوره مستديمه كده ينزل منك بقول لا تدري متى ينزل؟ يعني مش مستديمه، اللي هو مش في ناس مثلا لما تركع ينزل منها، لا انا مش كده، بس احيانا تخرج نقطه كده مع نفسها، انا مش عارف تطلع امتى او تخرج، يعني امتى تخرج. تخرج نقطه مع نفسها وانت لا تدري بخروجها. صفه مستديمه. ممكن نقول كده. إذن أنت مصاب بسلس البول وتتوضأ وتصلي ولا تبالي. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أكلم الشيخ مصطفى لو سمحت؟ معك تفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله.
الله يكرمك. كنت عايز اسال حضرتك في خصوص مساله كده في توزيع ميراث. ماشي. عندي امي ستي اللي هي ام والدي اعمامي توفوا قبلها. طيب كلهم؟ كلهم ما عدا والدي. ايوه ابوك اللي ياخذ التركه كلها. فبعد كده هي توفت ووالدي اتوفى بعديها. ايوه. ولاد اعمامك من ليس لهم شيء، لكن الحكومه وضعت قانون باطل. اولاد اعمامي ما لهمش التركه. لا ما لهمش، بس الحكومه تحكم لهم. اللي هو الوفية الوالدة. ايوه نعم. انا بعثت لدار الافتاء مولانا في الازهر ردوا عليا ان هم ليهم التلت. الازهر هيئه حكوميه. لا حكومي. ما يعني ليس لهم شيء غفر الله لهم، سيأكلون أموالك بالباطل وأموال إخوانك بالباطل، فإن أنت سامحتهم لك ذلك، ما سامحتهم ستقتص منهم يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الذي تكلمت معك منذ قليل ولم أستمع إليك جيدا، لأن هناك خلل في المكالمات. خلل في المكالمات، ما السؤال؟ السؤال قلت لك قبل قليل، هل هناك فرق بين عباد الله وبين الصالحين وبين الأنبياء؟ وهل يستجب الأنبياء شخص؟ الأنبياء صالحون وعباد لله. يتفق. نعم شيخ. ماشي. حاجة تانية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. نسألك شيخ سؤالين إذا في مجال. تفضل. شيخ أنا امبارح بحكي مع واحد بخصوص أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن الصلاة الفريضي انه الذي لا يصلي يعتبر كافر. ايه. وانا بحكي حكيت انه الرسول يكذب بنية اللي هو استفهام استنكاري، مش بنية بسيب على الرسول. ان الرسول ايه؟ يعني قاعد حكيت انه الرسول يكذب بنية استفهام استنكاري، انه ده الرسول بيكذبش. الرسول يكذب بنية حكيت بنية استفهام استنكاري. حكيت بنيت انه انكار، مش يعني انه نفي عن الرسول. الرسول لا يقول الا حقا. تمام، هل هذا يعتبر سبيل الرسول؟ يعتبر ايه؟ يعتبر جهل. ايش؟ استغفر الله ولا تقل مثل هذا الكلام مره ثانيه. بس هذا يعتبر سبيل الرسول. الرسول حتى اذا مزح حيكون صديقا في مزاحه. تمام، بس انا ما كانش قصدي ان اكذب على الرسول. خلاص لن تكفر لانك جاهل، معذور بالجهل. تمام. ثاني سؤال يا شيخ في مجال. يا شيخ انا في دوله غير دولتي كنت مصيبتي مرض اسمه حب الشباب. ايوه. هلا انا في صار عندي اثر حفر في وجهي. ايوه. هلا انا شو حكم ان اروح على دكتوره تعمل وجهي بالليزر؟ على دليل بعرفش اللي هي الدكتوره. يعني انت عندك حب شباب. تمام. ترك نقرا في وجهك. أيوة بالضبط. وتسأل عن حكم التطبب عند طبيبة تعالجك بالليزر. تمام. هل في طبيب ولا كلهن نساء؟ أنا لا أعلم، أنا خارج دولتي وكل واحد بسأله بنصحني فيه الدكتورة. على كل يجوز التطبب عند طبيبة ثقة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. تمام. لكن أنت لو فعلت خيرا، لأن كثيرون من الناس يشتكون من حب الشباب هذا. إذا توصلت مع هذه المرأة طبيبة إلى علاج، اكتب العلاج هنا وسمي الدكتورة. حب الشباب الناس يحتاجون إلى علاجه. وإذا كان في الإخوة المستمعين أي طبيب يعالج حب الشباب يذكر العلاج تفضلا منه لنفع الناس، بس يثبت اسمه يوثق المعلومة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين بس يا مولانا. اسأل. في سورة قاف قال الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم، صدق الله.
رسولا قال الله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين إلى نهاية الآيات اللي هم يعني 8 أيام. لا مش 8 أيام، أنت فهم غلط. الجمع بين هذه الآيات، هل الأرض خلقت أولا أو السماء خلقت أولا؟ جاءت بعض الآيات قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. لا واضحة في كل سماء أمرها. والآيات الأخرى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فيقول علماء خلقت الأرض في يومين ثم خلقت السماء ثم دحيت في يومين ثم دحيت الأرض في يومين. هذا من وجوه الجمع التي ذكرها العلماء، أرض خلقت أولا وبعد ذلك السماوات وبعد ذلك دحيت الأرض، الجمع بين الأقوال. وإن كان هناك اتجاه آخر في التأويل لكن لا أطيل في هذا المقام. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا رتقا ملتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. سعيد حديث من سمع نداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من الأرض. لا يصح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من الأرض، لا يصح. فلم يأتيه. لا يصح. الاثنين. الاثنين. ماشي. الحجة مفهمي التي سمت نفسها بالحجة مفهمي، كلمة الحجة يا حجة مفهمي لا تطلق على إلا على المتلبس بأعمال الحج. يعني وأنت مثلا لبيت لبيك اللهم لبيك واستمريت في التلبية إلى أن قضى حجك تسمي في هذه الحالة الحاج الحجة. قال تعالى أجعلتم سقاية الحج. أما بعد ذلك ما وجدنا الناس تقول الحج أبو بكر، الحج عمر، الحج علي أبو طالب، لا ما في كلام. الحج وصف يطلق على المتلبس بأعمال الحج. حج مفهمي معذرة يعني تنزلت وقلت الحاجة مفهمي لأن يبدو أن كبيرة السن. نعم يا أم أحمد ماشي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. سلام، عندي 3 أسئلة. سل. أول سؤال، أنا شاب دلوقتي من الثالثة ثانوي تمام؟ إيه. ولحيتي بدأت تطلع وكده، فأنا حاولت أنا أربيها بس أهلي مش راضيين ويعني بيحاربوا فيها من الآخر. وهي كم تفضل؟ فأنا مش عارف هل أسمع كلامهم ولا. أنا قبل كده سألت على جوجل ودورت وكده فلا ما طعمش في حاجة يعني ضد اللي هو اللي عاوزه ربنا. تمام؟ الطاعة في المعروف، إذا أمراك بمعصية الله فلا تعصي الله. أمراك بمعصية بس 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 هما بيقولوا لي كده خوفا من تعرف من الحكومة وكده. تمام، خاف من المباحث. لا المباحث سايبانا الحمد لله يعني الأمور سهلة. بس هما بيقولوا لي أنت لو ما حلتهاش إحنا هنحلقها لك بالليل وأنت نايم، ما بقتش عارف أعمل إيه. ما تحلقهاش، هما يتحملوا الإثم يعني. طب تمام. السؤال الثاني، أنا بسأل بس للمعرفة مش أكتر. طيب. الغش في الامتحانات طبعا حرام. طيب. طب تمام، انا لو غشيت لمعرفه بس، انا لو غشيت هل الشغلانه اللي انا هشتغلها بعد كده بعد اللي انا المجموعه اللي انا جبته من الغش هل الفلوس هتطلع من الشغلانه حرام؟ لا الذنب لا يتعدى بهذه الطريقه الا اذا كنت ستغص حق غيرك، لكن عموما اذا كنت كفؤا للعمل. يعني اكثر كثير جدا من المستمعين الان غشوا في الامتحان الثانوي تمام واصبحوا موظفين، هل سنقول لهم الامتحان كان غلط وعملكم حرام؟ يصعب، استغفر الله وتصدق.
يعني انا لو غش... لا تاخذ مني فتوى وتعطي غشي بناء على الفتوى. سلامتك. لا انا خلاص يا عمي الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم عندي عدة أسئلة أجملها أم أفيدها؟ أجمل. طيب بسم الله. في ما وجه الربط بين تسمية السيارة بالعربية وكلمة العربية والعرب واللغة العربية وهكذا؟ تسمية السيارة اسمها عربة. عربة اسمها عربة يعني يوجد وجه ربط بين تسمية كذا. ايه الرابط بين العرب السيارة العربية والعربية الكر والعرب؟ مش فاهم يعني. اسأل غير عن هذا السؤال. طيب اذا كانت بقيت الاسئلة هكذا ارجوك لا ما تضيعش وقتنا الله يحفظك. طيب عندي في اسئلة اسأله ليش؟ ما قلت لك اذا الاسئلة يعني نافعة للناس اسأل اسئلة كده تنطع لا تسأل. ها حاضر سيدنا. طيب الحديث اللي في حسن المسلم ذكر فيه دعاء الاستفتاح الله اكبر وكبير الله اكبر وكبيرة الى اخره ما حكم هذا الحديث من حيث الصحه والضعف؟ والله في الغالب ما دام في مسلم يكون صحيحا الا اذا كان من المنتقد، لكن ما رجعته في العلل. تمام. ثالث. طيب سمعت حضرتك لما تكلمت على رفع اليدين للمأموم في الخطبة وكذلك الإمام، ولكن يعني لم أفهم ملخص الأمر. لم تفهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض إخواننا في هذا الزمان أو يثيرون مسألة وتسعون في التبديع، فمثلا الإمام إذا قال اللهم ارزقنا كذا مثلا على سبيل المثال اللهم ارزقنا، أو المأموم رفع يده وقال آمين، يقولون بدعة. تمام. في وجه تبديعهم حديث عن عمارة بن رؤيبة، صحابي اسمه عمارة بن رؤيبة، رأى عمارة بن رؤيبة أميرا من أمراء بني أمية يدعو في الصلاة يمد يديه في الصلاة، فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هذا الحديث أولا الكلام هذا كلام عمار بن رؤيبة، الجزء الذي رفعه إلى الرسول هو أن الرسول كان يشير بإصبعه في الدعاء. طبعا هذا الحديث لابد أن يكون له فقه، فشمس الحق العظيم أبادي يقول هذا في 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 بعض الأئمة على المنابر دائم كثير الحركة يشير ويضم ويفعل تنزيل شمس الحق العظيم أبادي، لكن غيره قال إن عمار بن رؤيبة مذهبه في هذا مذهب مرجوح، فقد روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه، ورفع يديه في الدعاء بصرف الماء ليس في الاستسقاء اللهم حوالينا ولا علينا حتى رؤي بياض إبطيه وجاء رفع اليدين في عدة مواطن، يوم بدر رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. إنما في الخطبة شيخنا اصبر يا أخي اصبر، لا يتصور أن أنا أقول يا ربي نجحني أو ارزقني بإصبعي، إنما تتنزل منزلة الدعاء بالتوحيد، يعني مثلا اللهم ارزقني لا رازق إلا أنت كذا كدلالة على كلمة التوحيد. فابن عباس أحيانا كان يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه يقول علامة التوحيد، وإلا الرسول يقول عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام مشربه حرام، يمد يديه. إنما الأمر الآن إذا قال الإمام اللهم ارزقنا، هل نهى النبي عن ذلك؟ ما نهى النبي عن ذلك، ما نهى النبي عن رفع الإمام يديه في الدعاء. منهج عمار بن رؤيبة الطبري يشير في تفسيره إلا أن عمار بن رؤيبة له رأي
مرجوح في مسائل الدعاء ويرى عدم رفع اليدين مطلقا، كذا يرى ينقل الطبري والله أعلم. أكرر للإخوة الذين يتشددون في هذا، ما عندنا أي نص عن رسول الله يقول إذا دعا أحدكم على المنبر فلا يرفع يديه، ما عندنا أي نص في هذا. هذا فهم من فهمه عمار بن رؤيب من بعض المواقف رأه من رسول الله، ولم يستقصي كل مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من الصحابة المجالسين في المدينة كأنس بن مالك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا مولان، ها سؤال، احنا عايزين ننفع الأمة بأي حاجة يا مولان؟ انت عارف كلمة مولانا دي يعني ايه؟ يعني قال بعض علماء عصرنا لما قال له واحد من المصريين يا مولانا، قال انت اعتقتني؟ فكلمة مولانا كانت تطلق على العبد المعتق او السيد المعتق. قل بلال مولى ابي بكر، بريرة مولاة عائشة، زيد مولى رسول الله، كان تطلق على العبد المعتق او السيد المعتق. تأتي أحيانا كلمة مولانا بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تطلق كلمة المولى على الذي أسلم على يد شخص، يعني مثلا البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، جد البخاري أسلم على يد رجل اسمه يمان الجعفي فقال البخاري مولاه. أما اللي أنت تقوله الآن يا مولانا، لا أنت اعتقتني ولا أنا اعتقتك، وما ما وجدنا علي بس هل وجدنا علي بن أبي طالب يقول يا مولانا عمر، عمر يقول يا مولانا أبو بكر؟ لا لا. ماشي ماشي خلاص إلزم. ها ما السؤال؟ أقول لك أنا سني 16 سنة، خد بالك معايا مولانا. ماشي. وعايزين بص يعني إيه ننفع الأمة بأي حاجة، أي حاجة من سمنود على فكرة جنب، أي حتى لو من أي مكان. مهم السؤال، تريد أن تنفع المسلمين، أنت طالب ولا إيه؟ طالب. طالب في إيه؟ سنة. في أي سنة؟ عام. طيب الآن ابن القيم رحمه الله، تعرف واحد اسمه ابن القيم ولا ما تعرفوش؟ الجوزية الله يرحمه، تلميذ الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه. أيوه كده كلامك صح. كان يقول كلام حاصله إن مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل في الآتي: أولا العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم، العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثانيا العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الصبر والجهاد. فأنت الآن في مرحلتك، تعلم، أتقن التعلم حتى تتعلم الناس ماذا يقول الله ماذا يقول رسوله. أنت عندك نصارى في بلدك تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، عندك ناس مولانا أمن الدولة مشدد في البلد، وأنت عارف بقى الوضع يعني مش الدولة. أمن الدولة فيهم ناس حلوين، يعني ما تلزم الحكمة والموعظة الحسنة، يعني يفترض أنك يعني مش هتحارب إن شاء الله. ما كلنا الحمد لله أمن الدولة فيهم ناس يعني عقلاء ويفهمون ويتفهمون، لكن في برض الشباب طايش. أيوة. فأنت تعلم. هل أمن الدولة تمنعك إذا تعلمت؟ لا لن تمنعك. إذن هذه المرحلة مرحلة. لا مولانا معلش، أنت شايف دلوقتي يعني العلماء كله بيقضح في التاني، وده يقول لك على ده كافر، وده مبتدأ، وده يقول ده متيسر ومتساهل. ناخد برأي مين يا مولانا في كل ده؟ وأنت إيه دخلك في الموضوع؟ دخلك ان احنا نيجي نسمع ده نلاقي ده بيقول لك مبتدع، نيجي نسمع ده ده يقول لك كلام. انت عندك مصحف؟ عندي مصحف قران كتير. وعندك تفسير للمصحف؟ عندي تفسير ابن كثير اللي هو تحقيقك، وعندي القرطبي والطبري. طيب تعلم الان دينك، انت في مرحله تعلم دينك يا سيد. مش حلوين جدا يا سيد. ماشي يا مولانا اتفضل. ماشي ماشي. الأخ سيد لكل مقام مقال يا سيد. السلام عليكم. يا مولي صاحب
عابر العلم ده ولا أيها العابر، ما فائدة العلم إذا كان غير مطبق؟ لا يطبق يا أيها العابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أخبارك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، حفظك الله وبارك الله فيك وإياكم. لي أسأل عندك يا شيخ. اتفضل يا عم. أخويا فتح محل علافة وبيبيع سكر علف وكده، يعني سكر العلف مثلا لو ب 520 اللي بيدفع فلوس ساعتها، لو حد بقى بيداله ب 550 ولا حاجه، فيها ربا دي؟ العلف ده مدعوم من الدوله ولا لا؟ مدعوم من الدوله؟ ايوه. ولا حر؟ حر عادي. حر عادي لا بأس، البيان بالخيار ما لم يتفرق. شكرا يا شيخ، الله يسلمك. راجع لنا الحديث يا عبد الرحمن. لا عمر بن رابع معروف، لكن حديث لا تقوم الساعة حتى تتحول زرة العرب مروجا وانهارا، هل في علة ولا لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، حمد لله على سلامتك. الله يسلمك، السؤال المكروه، تفضل. لدي 4 أسئلة إن شاء الله. سل. السؤال الأول، هل سبت الإمام يبطل الصلاة؟ هل إيه؟ سبت الإمام في الصلاة يبطل الصلاة؟ هذا رأي الجمهور. المأموم لو سبخ الإمام. المتعمد. نعم؟ المتعمد. المتعمد يبطل الصلاة. على رأي عدد من العلماء. نعم. طيب، هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الصبح؟ يجوز، لأن النبي لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. تمام. هل يجوز الجمع بين السنة مثلا تحية المسجد مع السنة القبلية؟ ممكن، لأن ما في حديث اسمه تحية المسجد. الحديث فيه إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بصلاة أي ركعتين. يجمع النية، يجمع بين الاثنين حضرتك؟ ما يلزم نية، خلاص ينوي فقط السنة القبلية. وفقك الله يا شيخ هاني بن علي، بارك الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا ولان. وفيكم يا ماشي. بعد حضرتك يا شيخ، دلوقتي الإمام اللي بنصلي في المسجد عنده لحن جري بالفاتحة، ولكنه غير مغير للمعنى. مثلا يقرأ بدل الحمد لله رب الرحمن الرحيم، يقرأها الرحمن بالضم. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، فتح الصاد مثلا. فانا كلمته بينه وبينه كده، وقلت له انت عندك 1 2 3 في اخطاء كذا كذا كذا، فقال لي ماشي، وبرده بيصلي تاني عنده نفس الاخطاء. طيب عندكم هل تستطيعون تغييره بامام مدخل للقراءه؟ انا بصلي بس انا مش عايز اللي هو عشان ما تحصلش مثلا يشيل حاجه من تجلبي، يبقى في حاجه ناحيتي انا من هو ناحيتي انا مثلا. الناس قدموك ولا انا بصلي الحمد لله من 5 سنين. يعني انت الامام؟ بس هو بيجي مثلا بانه الخطيب يعني بيجي فبيصلي، فانا يعني مش عايز ايه اعمل يبقى في حرج ولا مثلا الناس تفني. لا فاهمك، لكن عموما اذا كان انت ترى كشخص مباشر للاستماع ان الصلاه باطله، لا تصلي بعدها. كانت متحمله صلي بعدها. نعم، الصلاه نصحت الصلاه يعني الوقت واي نحن غير مغير المعنى، الصلاه تصح ولا تبطل؟ نحن غير مغير المعنى، الصلاه تصح. شكرا. تصح. ايوه. أميرة بنت عزت، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. في حكم ومعاملة بس عايز استاذن حضرتك فيها يا شيخ. اتفضل. دلوقتي حضرتك انا مشترك في خدمة فودافون كاش، لما جيت واحد بعت لي فلوس، بعت لي 1500. لما جيت حضرتك رحت الفرع، اول ما رحت الفرع قلت لهم انا عايز اسحب الفلوس، قالوا لي احنا بناخد 1% من الفلوس اللي انت هتسحبها. يعني انا مثلا شيخنا لو سحبت 1500 بياخدوا 15 جنيه، سحبت 2000 بياخدوا 20. دي يعني ال 20 وال 15 هذه اجره المعامله يعني ولا ايه؟ لا يا شيخنا مش اجره المعامله، بياخد واحد، او انا سالتهم قالوا لي 1% من الفلوس اللي هتسحبها منا. تسحب منهم يعني عفوا اقتراضا يعني ولا ايه؟ لا يا شيخنا، انا دلوقتي معايا فلوس في المحفظه بتاعتي. طيب يعني مثلا معايا مثلا 10000 جنيه، هياخدوا يا شيخنا لو انا سحبت ال 10000 جنيه منهم؟ انا عشان اقدر اسحب الفلوس يا شيخنا لازم اسحب منهم. هي فلوسك انت، اذا كانت رسوم اداريه لا باس.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتك مساء، معلش الخط قطع. طيب الحمد لله ما قطع. هل يجوز جمع يعني نصلي صلاة السنة الوضوء مع الضحى؟ يجوز. يعني قال بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت في ساعات من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. تمام. طيب هل يجوز جمع سنة الصيام مع الأيام القمرية الاثنين مثلا؟ يجوز يعني يعني مع القمرية مع اليوم يكون يوم الاثنين مثلا، ما في مشكلة، نجمع النية. ماشي تعادت النية. ماشي مش بارك الله فيك. أنا ألفت نظرك لشيء يعني وإن كان غريب على عدد من الناس، أن صيام الثلاثة أيام القمرية هذا ليس بذاك القوي المتين، أقوى منه حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلق، وكذا قال أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسند مرسل عن أبي ذر نحو ذلك، لكن على أي حال تجوز الناس لكونها في فضائل الأعمال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، انا عندي سؤال بس في مشكله عندي في البيت. خليك معي كده لحظه. قصه عداس مع عداس مع النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، تفضل. انا اتجوزت وكان معايا بنتين 15 سنه و 11 سنه وطفل 7 سنين. اللهم بارك. زوجتي الجديده بتقول عيالك ما يخشلوش حجره النوم عندي في اي وقت. طيب دي كلامها كده مظبوط ولا حقها الكلام ده ولا مش من حقها؟ من حقها، من حقها ان عيالي ما يخشوش، البنتين والولد من حقها ما يخشوش غرفة نومها يا اخي الخاصة. وسينقل الامها يا اما لابسة فستان احمر يا اما لابسة خميس غير شكل. بالليل يعني بالليل لكن. طبعا ما يخشوش. يعني بقول لك الان المفسدة بتتأتى من ماذا؟ ان البنت الصغيرة 11 سنة تذهب لامها يا اما خالتي مرات ابويا عندها قميص نوم احمر قصير يا اما، وتبصف لامها تخلي امها تنجن، وده اخسرار بيوت لا تدخل. تمام يا شيخ. يعني تدخل المطبخ ماشي. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ مصطفى، عندي حضرتك سؤال ان شاء الله. هل لو واحد عمل ثواب الحج عن حد مات، هل برضه هيكون كما ولدته امه يمحى جميع ذنوبه؟ والله الامر موكول الى الله في هذا الباب. الله الامر موكول. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيله الشيخ. تفضل يا حبيبي. لي سؤالين فضيله الشيخ. تفضل. السؤال الاول الاثر اللي هو لا يقبل الله نفلا حتى تؤدى فريضه، لا يصح. هل هذا انه مرجع شرعي؟ عن رسول الله لا يثبت. طب هل له مرجع شرعي في يعني في العمل؟ يعني مثلا الله لا يتقبل مني فريضه الا اذا نفلا الا اذا اديت الفريضه؟ لا يلزم القبول على الله. طيب السؤال الثاني بالنسبه لا قدر الله يعني نعوذ بالله يعني يمكن اللعن من شدة الغضب، هل ده يقع زي اللي هي الدابة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ملعونة؟ هل لو شدة الغضب يعني الواحد وقع في هذا السيء يعني السوء؟ يقول الله سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني لو أن الله استجاب لكل واحد يدعو على نفسه لمات الناس كلهم، ولكن الله حليم، الله حليم. جزاك الله خيرا. لكن أيضا نحذر من الدعاء على النفس أو على الأهل، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توفقوا من الله ساعة فيها استجاب الدعاء فيستجاب لكم.
حكم دفع العربون قبل شراء الذهب لا اعتبار له. بيع الذهب بالذهب يكون مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بس أجل حضرتك في سؤال. أنا اليوم طلقت يعني من زوجي. اليوم حصل انفصال من زوجي. حدث انفصال من زوجي. طلقت اليوم. أيوة. وكل والده وطلقني. قال لي أنت طالق. هل كده الطلاق يقع تمام ولا يكون رجعين؟ لا، هو على حسب التوكيل. ده أول مرة في حياتي هي طلق ولا الثانية ولا الثالثة؟ هو قبل ذلك قال علي الطلاق فقط، يعني كان يحلف يمين يعني فقط. الآن لأن هو في الخارج أو موجود هنا؟ لا لا، في الخارج. أرسل توكيل رسمي لأبيه قال طلق هذه، طلق زوجتي؟ نعم نعم. أبوه ذهب معك المأذون ولا إيه؟ أيوة نعم. الآن صبرا بس، صبرا. المأذون كتب ايه في القسيمة؟ كتب تطليقة واحدة بائنة ولا تطليقة رجعية؟ اتوقع دائمة والله اعلم. مش اتوقع يعني، لا لا فلا اتوقع. اقرأي المكتوب في القسيمة. لان كانت الطلقة الاخيرة. ها؟ يعني هم على قولهم ان الطلقة الاخيرة. على قول ابيه. ايوة انه خلاص يعني. طب خلاص اذا لا تحل له. أنت يعني انا اهم شيء في الدين انه لا عادي خلاص لا حلو له فعلا، يعني بتاكد بس من هذا الامر. مش التطليقه الثالثه لا تحل له، لانه هو اقصد انه التطليقه هذه قال لي اول مره يقول انت طالق فقط. يعني المرات انت ما تعرفي انت لا تعرفي انت متعاطفه مع نفسك وبت يعني عامله كالنعامه، تضع الزرافه تضع راسها في الرمل حتى لا ترى البلاء. ابوه يقول هذه يا بنتي اخر تطليقه، وكتب عند المأذون اخر تطليقه. ايوه ايوه. انت هتوهم نفسك ليه؟ خلاص الله يبدلك خيرا منه يا رب. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش شيخنا الخط قفل. دلوقتي شيخنا انا اللي كنت بكلم حضرتك على المعامله بتاعت فودافون كاش. تمام. فانا كمثال حضرتك، انا مثلا دلوقتي قدرت لحضرتك مثلا 10,000 جنيه، بس حضرتك اشترطت عليا قلت لي عشان اديك ال 10,000 جنيه دول يا محمد انا هاخد منك 1% من ال 10,000 نفسهم، مش هاخد نسبه ثابته شيخنا مهما كان زاد ال. اسمع يا حبيبي، توصيفك غلط. انا اختلف عن هيئه الفودافون. هذه فودافون هيئه فيها موظفون وفيها اجهزه، فانت اودعت عندهم 10,000 جنيه تريد سحبها. قالوا هذه العملية السحب الإيداع ثم السحب نحن نتعب، سنأخذ 10% أو 1% كرسوم إدارية لا بس. يعني النسبة اللي حضرتك بياخدها على الفلوس اللي مهما كان هي قليلة أو كتيرة دي ما فيهاش مشكلة. هي نسبة متفقة عليها، نسبة رسوم إدارية كما يشاء البيعان بالخيار يعني. تمام. يعني دي حركة ما فيهاش شبهة ربا. لا يعني. ليست فيها ربا. طب الله يخليك شيخنا. حديث بس يا شيخنا صحته اللي هو بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث اشتهر هذه الايام وسبق التنويه على ضعفه، حديث لا تفنى هذه الامه حتى يأتي الرجل المرأة في قارعة الطريق فيكون أمثلهم من قال لو استترت وراء هذا الجدار. بعد البحث في كل طرقه فيها مقال. اللفظ تتهرجون تهرج الحمر وليست بصريحة في المدعى، يفترشوها إلى آخره، ضعيف. حتى إن بعض طرقه قال فيها الذهبي معلقا على الحاكم في المستدرك هذا شبه خرافة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. اتفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى ثلاث أسئلة من فضلك. سل. هل يجوز لصاحب العمل إن يقول للعامل اللي عنده صلي في الجامع صلي في الورشة أو في المصنع وما تصليش في الجامع؟ إذا كان العمل سيتضرر، افترض إن الماكينة شغالة في الورشة وفي ضرر سيحدث إذا تخلف عنها. طب لو مفيش ضرر؟ لو مفيش ضرر وقال لك كده خلاص هو يعني ننظر إلى سبب كلامه.
أحيانا العامل مثلا يقول أنا ذهب أصلي، ذهب للصلاة، ويفترض أن الصلاة تأخذ ربع ساعة، يجلس ساعة ويقول أنا كنت أصلي، فصاحب العمل يتضرر فينظر إلى المسألة عن قرب. خالد بن عبد الرحمن بن محمد، ما سؤاله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. ايه يا شيخ مصطفى، ماذا عندك؟ والله يا شيخ مصطفى كان في خناقه بيني وبين زوجتي، ويعني شبه تعرقنا بالايدي ضرب، فرميت عليها رمي يمين الطلاق. قلت انت طالق؟ قلت لها طب كده، طب انت طالق؟ اول مره في حياتك ولا ايه؟ دي ثلاث مرات كده، يعني في نفس المجلس ثلاث مرات او ثلاث مرات؟ لا 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 لا، مره في كل ما كل مجلس متفرق. لا تحل لك المرأة حتى تنكح زوجا غيرك. يعني الطلقة دي وقعت؟ وقعت. اي في خناقة او كده؟ يعني كنا في خناقة. اي خناقة، بس ما انتش مجنون، عارف انت بتقول ايه. لا مش مجنون يا شيخ. ما انا بقول لك انت عارف انت تقول ايه وقاصد. ضربتك لطمتك على وجهك، قلت انت طالق، انت في معركة يعني. واحنا في معركة بالضبط. طلق واقع. السلام عليكم. كيف حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك. دلوقتي يا شيخنا سؤال لو سمحت. حسن. انا وزوجتي ما بينه وما بينها مشاكل بقالنا خمس سنين من ساعة ما تزوجنا. ليه بس يا نعم؟ لماذا يعني؟ المهم هات السؤال. المهم ان هو كل مرة احنا هي تغلط وانا اغلط، الا المرة دي ربنا من عليها والحمد لله ما فيش غلط. ربنا عصمك ولم يعصمها في هذه المرة. الحمد لله ربنا عصمك. وبعدين؟ فهم دلوقتي مصرين على الطلاق وعايزين يطلقوها بحكم ان هي يعني هي الغلطانة ويريدون ان يطلقونها. اي غلط، عشان على اساس ان هي تعبانة ومش عايزين يرجعوها تاني، لان هي مريضة بمرض مزمن يا شيخ. طب المطلوب النزاع الفلوس يعني ولا النزاع ليه يعني؟ نعم النزاع من اجل الفلوس. لا لا ما فيش زعل من اجل الفلوس. الغضب لما يخرجوا يا راجل. لا لا زعل يا شيخ، لان هي كانوا عايزينها تكمل دراسه وانا منعت ان هي تكمل دراسه. وهم مصرين يعني يا اما تكمل دراسه او تطلق. وطبعا الموضوع الدراسه خلص، بعد كده بدا الموضوع في النقاب وان هي تسلم على اولاد عمها وتسلم على الناس وهكذا وحاجات زي كده يعني شبه كده. يعني المطلوب يعني الان ما السؤال؟ السؤال الان هي طالبين الطلاق ومصرين على الطلاق ما فيش رجوع. طيب انا عايز اعرف بما يرضي الله عز وجل ايه حقها ليا؟ هل حقها اللي هو الحق القانوني ولا لها حق تاني امام الله عز وجل؟ يعني اذا انت مطلق مختار عليك الاتي، اذا انت مطلق مختار. نعم. اما اذا كانت نشز مساله ثانيه. لا هي لا تريد الرجوع، تعتبر ناجس ولا لا؟ لا لازم اسمع من الطرفين. لا لازم اسمع من الطرفين. لو كان كذلك يا شيخ، لو كانت هي كده يعني. ما تقدرش تاخذ مني فتوى الان، انا ساعطي حكم ما الذي للمطلقه برغبه الزوج، طلقها الزوج لها الاتي. نعم. المطلقه برغبه الزوج لها اذا كانت تطليقه رجعيه لها النفقه والسكنى زمن العدة ثلاث حيضات تنفق عليها. إن كان هو منعني من المصدر بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إني نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.